يستنوه، عم يستنوه يشوفهم بس يكملوا يكملوا علمهم. ما كمل يا حرام، راح من بيناتهم نطفوا الولاد. صار اطلاق نار، اشتباك مقابل منزلنا، سمع الاصوات بس وقف على القهوة، ضغط الصوت القوي اللي دخل على بيتنا، لما وقف فاتت طلق على خرقة النافذة المغلقة واخترقت راسه. استشهد بقلب الغرفة جربنا، والله جاب نقال يا بابا واستشهد وقع وقع، بعد هيك كلمة ما عاد قال شي، آخر كلمة قالها يا بابا، قال يا بابا وقع. الشهيد الصحفي أبو البرغل حرص طوال سنين عمله على